31 من يناير من عام 2010 المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي، وذلك في الأعوام 2006 و2008 و2010. وكانت تلك المباراة التي تغلب فيها على المنتخب الغاني خلال البطولة التي أقيمت في أنغولا بمثابة العداد السحرية، والذي حقق للمنتخب رقما قياسيا ليصبح المنتخب المصري هو أكثر فريق كروي فاز بتلك البطولة. وقد هزم المنتخب كل الفرق التي قابلها بتلك البطولة كفرق نيجيريا والكاميرون وموزمبيق والجزائر، وحصل اللاعب المصري جدو على لقب هداف البطولة، وحصل عصام الحضري على لقب أفضل حارس مرمى، وحصد حسن شحاتة لقب أفضل مدرب.